عسلامة. عسلامة، مرحبا بك. مرحبا بك مسيو، تعرفوا عليك؟ اي محمد تركي، 23 سنة من سوسة، مخرج أفلام سينمائية وممثل وعضو في الحزب الدستوري الحر. مرحبا بك، بما أنك أنت شاب ونشط سياسي، نجمو نحكيو على وضع الشباب في تونس؟ والله وضع الشباب في تونس وضع مؤسف برشا، وضع مؤسف برشا مؤسف برشا. انت ياك تشوف سيدي، شاف الشباب كلها قاعده تحرق، فهمتني؟ نحن بالنسبه ساعه للحزب نتاعنا، نحن شنو نحبوا؟ نحن نحبوا البلاد هذه برسمه تتصلح، نحبوا الشباب يشد البلاد. اش معناها سامحني تو اللي شادينها عمرهم 50 سنه و60 سنه، هذوك هما مش مستقبل تونس. عندنا شباب مستقبل تونس، هما باش يشدوا تونس، فهمتني؟ ليلى محمد رسول الله، نحن نحبوا البلاد تتصلح، نحبوا الفن زاد يرجع كما كان قبل. بالنسبه للفن، خاطر برسمي ما عادش طاح قدره الفن، بل الفن كان عنده قدره قبل برسم، ما عادش كيما توا. تو ما عادش عنده قدر جمله، طولت كلها بالمعارف. انا واحد من الناس، معناها مانيش من تونس، من سوسه، جاي لهنا جست على تورناج، جيت لنا تعبت مرمدت، قابلت برشا عباد تخدم حتى في التلفزه، كلها لغه فلوس. تولت كل ولات تو تحكي لغه فلوس، ما عندكش فلوس ما تدخلش، عندك فلوس تدخل التلفزه معارف وقوت فلوس. واول حاجه يسالها لك شنو يطلعك انت، وشكون بوك وشكون وكذا وكذا، بالطبيعه باش يعرف انت شنو. ولا تجيب سبونسور، ولا تجيب له سبونسور، تجيب له سبونسور وقتها تولي عسل فيك العسل، وتولي تخدم وتولي تاخذ رول برينسيبال وتعملهم الكل. مي هذا شكون ما عنده حتى شيء، يجيبوا فارغ ما يجيبوش. شكون يجيب؟ يجيبوا فك العباد اللي عندها الفلوس، اللي تدفع لهم الفلوس، تجيب لهم سبونسورات، فهمتني؟ اللي بوه فلان، اللي بوه كذا. فما برشا ممثلين داخلينها بمعارف، برشا شعلين ذكر الاسم، برشا داخلينها بمعارف. انت شنو هو الحاجه اللي خليتك تحب تدخل للتلفزه؟ حاجه خلتني نحب ندخل للتلفزه اللي هي نحب نوصل في غرامي. موهبتك؟ موهبتي ما حاجتيش اني مثال كي نحب نمشي نعمل كاستينج ولا حاجه، ما حاجتيش باش امان دخلني، لا دخلني بموهبتي. موهبتي تعمل لي كاستينج، مش كيما كاستينج فلوجه اللي عملوه، جاو فيها 20,000 كاستيو، انا على عين الوزاره كما عملنا كاستينج برا، اني ما نجيش فيه هذاك. حب كاستينج بالرسمي، انسان موهوب، انسان حق اي لا، المهم معناه كاستينج حقيقي. يعطيك الصحه، كاستينج حقيقي، الانسان هذا يستحق باش يخدم معنا، ماهوش ما يستحقش ما يستحقش، فهمتني؟ ليلى محمد رسول الله جوست عطينا معناها بالرسمي تذيه المعارف تتنحى ولغه الفلوس تتنحى. راهو فما عباد برشا برشا عباد موهوبه، اني كنحب ندخل التلفزه ما حاجتيش باش نخدم على طول في التلفزه، خاطر في الدومان هذايا اي انسان مخرج ممثل لازمته كدزه الاولى من التلفزه، كدزه الاولى هذيك من التلفزه. راهي لكن اليوم اصبحت الحكايه اسهل من قبل، معناها ما شاء الله عندنا مواقع نجم اسهل طريق لدخول العالم هذا. كيما شنو تحكي على اليوتيوب باغ اكزومبل؟ اي لازم فلوس، فما سبونسورات، لازمنا برشا فلوس. ريت قبل باهي مثال، فما برشا يوتيوبرات، فهمتني؟ توانسه من هنا حتى من تونس العاصمه ومن سوسه بلايص الكل طالعين في اليوتيوب. علاش؟ انت كي تسال وقول له من وقتاش بديت، يقول لك انا من 2011 ومن 2010. 2011 و2010 كانت فيل، نحن ما كناش نعرفوا واش معناها شان يوتيوب قبل. نحن قبل اني 2011 شان يوتيوب في بالي تعمل بالفلوس، في بالي بملايين تتعمل، واللي هي بتليفونك تنجم تعملها شان يوتيوب، فهمتني؟ هذوك موزة 2010 و2011 ما فماش برشا يوتيوبرات، شويه معناها تنجم تخدم، فهمتني؟ تعمل فيلم طول لازمك سبونسور، سبونسور زاد باش تعمل شان يوتيوب وتحب تخدمها وتولي عندك بومبر قوي. الا تنجم بشويه بشويه. عملت انا شان يوتيوب وخدمت على شان يوتيوب، اني في الدومين هذا من وقت عمري 9 سنين وتو 23 عام. بديت بشان يوتيوب نعمل نشارك في مهرجانات، عملتهم الكل بشان يوتيوب، ما طلعتش نهبط في افلام، نخدم نعمل في حاجات ونجيب في افكار من راسي، نجيب في افكار من راسي. مثال تو تدخل انت اليوتيوب ما نعرفش تكتب مثلا تجربه اجتماعيه، تو يطلعوا لك 100,000 فيديو في فيديو. بيان سور، معناها ما يهتموش المتابعين بالثقافه؟ لا مش ما يهتموش، اما لكن المتابعين يحبوا على حاجات جديده، اني نخدم في حاجات جديده. اني منهم مره مثال صارت لي فازه، قعدت في قهوه اضطرت صب لبرا، دخلت شعل سيجار وقال لي لا نتردي لهنا، خرجت لبرا للمطر نعم في سيجار ومطر تصب عليا. بالفازة هذيك جاتني فكره نتاع فيلم سميته سيلجارو، عملت عليه فيلم، والفيلم هذا تعرض في فرنسا، بعثته ما مشيتش انا معاه بالطبيعه، بعثته معناها على السيت، تعرض في فرنسا وعمل حاجه باهيه. عندي شهيد في مهرجانات، شاركت في مهرجان نتاع كوميديا، خذيت شهاده، عملت ستاند اب معناها في كوميديا، خذيت شهاده، خدمت في برشا افلام، خادم توا حاليا في 23 فيلم، خادم في 23 فيلم، عامل 9 افلام وحدي وخادم مع برشا عباد. ما شاء الله، معناها جوست نقصتك شويه تشجيع معناها هكايا. تشجيع والدزه الاولاني، الدزه الاولاني. وعلى فكره انا نقري في سوسه، نقري في السينما في سوسه، نقري في السونتر اللي في محطه الواجد طفيله، نقري من غير فلوس.
شجع معناها الصغار الشباب باش نشجع الصغار اللي هو السؤال ديما تسالني نحن توا في وقتنا وقت فلوس شنو هي اللي تقري بلاش وترونسبورك وكذا نقري بلاش اللي جابها هذه اللي جابها نتاعي شنو هي اني انا نفكر روحي قبل كيفاش كنت تنحب نوصل كيفاش تمرمدت وما لقيت حد دزني هما نفس الحاجه دونك انت حاسس بيهم و حاسس بيهم ما تحبش يتعاود نفس السيناريو نتاعك انت صحيت خاطر اللي خاطر حاسس بيهم خاطر الشيء اللي قاعد تعدى بيهم هما قاعد تعدى بيان ما لقاش شكون يدزهم ما لقاش شكون يعطيهم كدزه الاولى هي بالغي انت لتوا مستحق معناها شكون يعاونك يأطرك يسمع بيك يوصل لك صوتك موهبتك تو نحب موهبتك فقط مش لازم موهبتك فقط موهبتي اكاهو اني لتو راني بالرسمي انسان تعبت ياسر تعبت جيت راني جيت لتونس وتمرمدت في تونس و وعملت برشا خيوط واللي تكلم منهم واحد والله والله كلمته في راس العام قلت له صباح النور كل عام وانت حي بخير قال لي عايشك قلت له اني ممثل ومخرج افلام قصيره قال لي مرحبا بيك قلت له سمعت بيك عندك تورناج معناها فماش هيك خدمه معاك ولا حكايه كان معناها كان فماش قصيم معاك عمل فيو بلوكاني والله ورسم ميمتي عمل فيو بلوكاني مع كي بلوكاني شوكيت رجعت نقرا مساجات قلت يا ودي بالكش يعني سبيت وما فقتش بروحي رجعت المساجات نقرا اللي يطرح نفسه شو يطرح نفسه علاش رجعت نقرا قلت بالك سبيته ما فقتش بروحي رجعت نقرا انا قبعت له جوج مساجات على صباح النور ان شاء الله كل عام وانت حي بخير هذا في راس العام خذ سمعت بيك عندك فيلم فماش رو انا كان فماش معاك قصايب نجم يقول لك لي نجم يقول لك اي ولا يجي عمل كاستينغ علاش بلوك علاش هذا سؤال اللي يعني مانيش عارف اجابته علاش وفما حاجه اخرى حاجه بالرسمي هذه لاحظتها برشا فهمتني وسامحني معنا في كلمة اللي في تونس يكرس وهلي مش لحظة سامحني وباش تقول لي هاو فما معناها في التلفزة وفي الحوار وتابعوا سوهلية اي نجاوبك ابوه فلان وعنده الفلوس عليش ابوه فلان وعنده الفلوس انا معناها الحكاية هذية ساعات مثلا يتعدى معايا شخص ما نسميش الولاية متاعه معناها من ولاية يجي يقول لي علاش ما يخدموش الولايه الفلانيه معني بخلاف انت توا معناها حكيت على ولايتك جاني شكون زاد قال لي علاش ما يخدموش الولايه الفلانيه ما انت كيفاش لاحظت معني الموضوع هذا ما نصورش صحيح لا برشا ممثلين هاو فما سواحليه كيك والله برشا ممثلين من سوسه من خزامه من سهلول فهمتني يخدموا في الحوار التونسي كيك بوه فلان ولا عنده الفلوس وقتك يبدا بوك مع ولدي فلان ولا عندك الفلوس ساحلي من سوسه من مستير من قروان شنو هو المشكله ذات سوسه او الساحل او اني مانيش عارف اني هذه نشوفها بالرسمي تاع سامحني عبد جهال شنو الفرق تونس كلها تونس كلنا توانسه كلنا توانسه شنو هي سوسه شنو هي قروان شنو هي قاسين كلنا توانسه راه كلنا توانسه اني البلايص كل خدمت فيهم اني حتى اللي نقري فيهم تلامذتي من سوسه من مستير من قروان من القاسرين من هنا من العاصمه والكلهم كيف كيف عندي كنا تونس يطلب كل جي تر دور ترجع كنا من تونس راه بالرسمي راه لازم تصلح البلاد والله بالرسمي راه ولا على الاخر والله بالرسمي ليش انا مازلت معناها العقليه نتاع الجهويات وال ما فماش ما ليتيش في حتى دوله اخرى مازلت في دوله اخرى لا ما فماش في دوله اخرى في دوله اخرى في معلم قطوس يسخفوا عليه قطوس يزوم يخلوش ملوح نحن اللي هنا في تونس عبط قام لوح ما تلفتلوش شنو الميساج اللي تحب توصله للعبيد اللي ما تحبش تخدم السواحلية؟ ميساج بركة راي فما برش عبيد موهوب راي متايشة تحت لحيوت راهم هم طالبين منكم حتى شيء جيست عملوا لهم دزونا دزلولة لازم منكم انتومي لازم من التلفزة اعطونا دزلولة وكهو سيبون طون كملوا واحد جيست الدزلولة يعطيك الصحة شكرا يعني.